الله وبركاته أبناء الطلاب، أهلا بكم ومرحبا. دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، اليوم يا أبطال لدينا درس من مهارة القراءة وهو بعنوان أشواق إلى الكعب. أشواق إلى الكعب، هذه الصورة يا أبطال هو بيت الله الحرام وبيت مقدس رفع قواعده النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام، وبجوار هذا البيت بئر زمزم، وبئر زمزم لما شرب له، وفي هذا المكان ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه الناس ويحجون في كل عام في أشهر الحج الأكبر أو الحج الأعظم في شوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأشهر هي أشهر عظيمة فيها ثواب وفضل عظيم، والناس يطوفون حول هذا البيت وكلنا نستقبله في صلاتنا، في كل صلواتنا نستقبل القبلة إلى بيت الله الحرام. كاتب هذه القصيدة يا أبطال هو الشاعر الكاتب المصري محمد حسن الشافعي، وله أعمال عدة منها قصص الأنبياء وقصص القرآن نثرا وشعرا. نقرأ سويا هذه القصيدة. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة، لبلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة، هي مهبط وحي الرحمن شرفت بنزول القرآن، هي نور يغمر وجداني وبحب يجذبني صوبة. أشتاق إلى الحرم الأكبر وكذا أشتاق إلى زمزم، كم أرجو يوما أن أغنم يا قومي وأفوز بشربة. لبيك إله الأكوان لبيك بقلبي ولساني، أقبلت بفيض الإيمان أدعوك لأظفر بالتوبة. هذه القصيدة يا أبطال لها معنى عام وهو أشواق الشاعر وحنينه إلى بيت الله الحرام. نقوم سويا بقراءة أبيات القصيدة مقطع مقطع، ويجب علينا طبعا أن نحفظ المقطع الأول والثاني، وليس هذا البيت الأول والبيت الثاني، هناك مقطع آخر نقوم من البيت الثالث والرابع، نريد منك عزيزي الطالب أن تقوم بحفظ هذين المقطعين. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة، قلبنا كلنا نشتاق إلى الكعبة، ويذوب أي يرق ويلين ودادا ومحبة، الوداد هو المحبة، وداد الود والمحبة نفس المعنى، عندما أقول لك استخرج من هذا البيت كلمتين مترادفتين أو كلمتين بنفس المعنى أقول وداد ومحبة. لبلاد طيبة التربة، لبلاد أي طيبة أي آمنة كثيرة الخيرات، طيبة التربة وبقاع، البقاع يا أبطال هي جمع ومفردها بقعة، والبقعة هي الأرض، قطعة من الأرض، وبقاع عامرة رحبة أي عامرة تعمر بالناس وتعمر بالخيرات أي مليئة بالسكان، رحبة أي واسعة عندما نرحب هذا المكان يتسع عندما ترحب بالآخرين، وبقاع عامرة رحبة. إذن يا أبطال في هذين البيتين يتحدث الشاعر عن شوق الشاعر لبيت الله الحرام. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة، لبلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة. في البيت الثالث والرابع يا أبطال في هذا المقطع الثاني، هي مهبط وحي الرحمن شرفت بنزول القرآن، هي نور يغمر وجداني وبحب يجذبني صوبة. هي مهبط وحي الرحمن، هي مهبط الهبوط يا أبطال هو مكان النزول، مهبط الطائرة مثلا، مهبط مكان النزول، هي مهبط وحي الرحمن، إن نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أحسنتم، هو يتعبد في غار حراء، وغار حراء هذا موجود في مكة المكرمة في هذا المكان العظيم، شرفت بنزول القرآن، هي نور يغمر وجداني، يغمر يعني يحيط بي، يملأ وجداني، يغمرني، يحيطني، يملأني وجداني، وبحب يجذبني، يجذبني أي
عندما يجذب المغناطيس يجذبني يشدني صوبه، يعني تجاهه، وبحب يجذبني صوبه، أي تجاهه أو نحوه. أيضا هذه الفكرة، المعنى العام لهذين البيتين يا أبطال، هو مكانة بيت الله الحرام في نفس الشعر، هي مهبط وحي الرحمن، وهي نور يغمر وجدان. الأبيات الخامس والسادس: أشتاق إلى الحرم الأكبر، وكذا أشتاق إلى زمزم، كم أرجو يوما أن أغنم يا قومي وأفوز بشربه. لبيك إله الأكوان، لبيك بقلبي ولساني، أقبلت بفيض الإيمان أدعوك لأظفر. البيت الخامس والسادس يا أبطال، لنشرحهما سويا. أشتاق إلى الحرم الأكبر، الحرم الأكبر هو المقصود هو مكة، هو الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة. هناك الحرم المدني والحرم المكي. الحرم المكي هو المكان، الكعبة المشرفة، والحرم المدني هو بيت الله، بيت رسول الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وكذا أشتاق إلى زمزم، يشتاق يحن ويرق ويلين إلى زمزم، يريد أن يشرب من بئر زمزم. كم أرجو، أرجو يعني أطلب، أطلب وأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أرجو الدعاء والطلب، أتمنى وأطلب من الله أن أغنم، أن أغنم يعني أن أفوز وأن أظفر، أغنم يعني أفوز وأظفر يا قومي وأفوز بشربة. أتمنى هنا يتحدث عن أن الشاعر أنه يريد أن يشرب من ماء زمزم. شوق الشاعر لزيارة بيت الحرام هو الشرب من ماء زمزم، وكما قلنا أن ماء زمزم لما شرب له في شفاء. البيت السابع والثامن يقول: قلان لبيك إله الأكوان، لبيك بقلبي ولساني، أقبلت بفيض الإيمان أدعوك لأظفر بالتوبة. لبيك، نحن نلبي نداء الله عز وجل، ندبي نداء الحق، نداء سيدنا إبراهيم عندما نادى، وعندما بنى بيت الله الحرام ووضع ورفع القواعد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق. عندما نذهب يا أبطال إلى هذا المكان العظيم نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيت لبيك إله الأكوان، لبيك بقلبي ولساني. أنت تلبي بقلبك يا بطل، تلبي بقلبك قبل أن يلبي لسانك. عندما تذهب إلى هذا المكان لابد أن تكون مستشعرا هذه النعمة العظيمة، أقبلت، تقبل بفيض الإيمان. الفيض هو الكثير، الفيض هو الكثير والغزير، فيض الإيمان أدعوك لأظفر بالتوبة. أظفر هو الفوز، تظفر بشيء هو تفوز به، تفوز بالتوبة. تذهب إلى هذا المكان للحج ولكي ينقيك الله سبحانه وتعالى من السيئات. الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر يا أبطال. دعاء الشاعر هنا، دعاء الشاعر الله سبحانه وتعالى الفوز بالتوبة. حل بعض أسئلة الدرس يا أبطال. المعنى العام الذي يعبر عنه الشاعر في هذه القصيدة كما قلناه في عندما قرأنا القصيدة كلها في البداية، هو أشواق الشاعر وحنينه لبيت الله الحرام. في هناك بعض الكلمات يا أبطال موضحة سريعا، المقصود بكلمة يذوب كما قلنا أحسنتم، إذا قرأتم الخيرات جميع، قرأتم جميع الخيرات، هو يرق ويلين ويذوب وداد محب، أي يرق قلب الشاعر. معنى كلمة يغمر، يغمر وجداني، يستر وجداني، أم يدفع، أم يملأ وجداني. أحسنتم، ستجدون أن معناها هو يملأ وجداني. أحسنتم. مضاد كلمة رغم، مضاد يا أبطال كما قلنا أن المضاد هو العكس، العكس يعني مضادها يعني عكسها، يعني عكسها. بقان عامرة الرحبة، رحبة قلنا واسعة، قلنا واسعة، بقان عامرة واسعة تتسع لأهلها. أحسنتم، هي ضيقة، أحسنتم، مضادها ضيقة. معنى كلمة صوبه، صوبه وبحب يجذبني صوبه، أي تجاهه أو هنا نحوه، أحسنتم، تجاه نحوه. هنا أبطال
إذا أجبنا على هذا السؤال، الفكرة الرئيسية في البيتين الأول والثاني هي، البيت الأول والثاني، أبطال يقولان: قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة، لبلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة. أحسنتم، هنا الفكرة، هنا يا أبطالية، حنين الشاعر لبيت الله الحرام. بارك الله فيكم. في صفحة الكتاب 43 يا أبطال، هذا السؤال: بما وصف الشاعر مكة في، كما فهمت في، من البيت الثاني؟ البيت الثاني، ارجعوا سوين يا أبطال إلى البيت الثاني، وصفها بماذا يا أبطال؟ أحسنتم، وصفها بأرض مباركة واسعة رحبة، واسعة رحبة وعامرة بالمؤمنين. السؤال الثالث يقول: لماذا ازدادت مكة شرفا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهمت من الأبيات؟ الذي ازداد بعثا يا أبطال بعد مكة شرفا وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي فيها، نزل فيها القرآن الكريم، لأنها مكان نزول الوحي والقرآن، ولأن الرسول ولد وعاش فيها. السؤال السادس يقول، نجيب على بعض الأسئلة وليس جميع الأسئلة يا أبطال: بما شبه الشاعر مكة في البيت الرابع، وعلى ما يدل هذا التشبيه؟ نركز في هذا جيدا، البيت الرابع، نذهب إلى البيت الرابع ونلاحظ أنه شبهها ب، أحسنتم، شبهها بنور، نور يغمر وجدان، يدل على هذا، على أن هذا النور يضيء حياته مما يشعره بالراحة والطمأنينة، وبنور يجذبني صوبي، هذا النور تذهب إلى نور، عندما يعيش الإنسان في ظلام أو في مشاكل أو في هم أو شيء، يذهب إلى مكان يستريح فيه، يروح فيه أعصابه ويطمئن فيه. في هذا المخطط يا أبطال، هناك بعض الكلمات التي لابد أن نعرف معانيها. أذفر، هذه الكلمة يطلب منا أن نأتي بمرادفها وجذرها ومضادها وجملة مفيدة توضح معناه. أظفر معناه كما قلنا، أظفر أي أفوز. والكلمات والحروف الأساسية أبطال فيها جذرها أو هو ظفر، ظفر، والفوز ومضادها، الفوز مضاده، مضاد الفوز هو الخسارة، أظفر مضادها أخسر، وتوضح معناها: ظفر المجتهد بالنجاح، ظفر المجتهد بالنجاح، أي فاز بالنجاح. هنا أبطال في هذا السؤال نحدد الجذر اللغوي، يأتي ببعض الكلمات. الجذر اللغوي لكلمة عامرة ومهبط وأغنم، وبعد ذلك يا أبطال ثم أعد ترتيبها حسب ورودها في المعجم محددا معني. إذا قلنا أن الجذر اللغوي لعامرة، عمر، ومهبط، هبط، وأغنم، غانم. إذن يا أبطال نشاهد سويا الحروف بالترتيب: العين أم الهاء أم الغين؟ أحسنتم، عمر ثم غنم ثم هبط، هذا هو الترتيب. عامرة في البداية، عمرة هي العين أولا، الحرف العين أولا، ومعناها مليئة بالسكان. ثم تأتي هنا هبط في المرتبة الثالثة يا أبطال، مكان النزول، لكن أغنم هو الفوز العظيم، أفوز، أغنم يعني أفوز. إذن هذا بالترتيب: عامرة، أغنم، ومهبط. ننتقل إلى السؤال التالي يا أبطال: ما البيت الذي تضمن دعاء الشاعر بأن يقبل الله توبته؟ نرجو إلى القصيدة، إذا قمنا بالرجوع إلى القصيدة يا أبطال سنجد أنه البيت، أحسنتم، هو البيت الثامن، البيت الثامن هو البيت الأخير يا أبطال ليفوز بالتوبة. جيم، أجبت وأقبلت بكل جوارحي ووجداني. هناك، هنا في هذا البيت يشرح المعنى، يشرح معنى، واطلب منا ما البيت الذي يدل على هذا المعنى: كل جوارحي ووجداني. سنتم، هو البيت السابع، هو البيت السابع قبل الأخير، ستجد أن الشاعر يقبل بكل جوارحه وكل وجدانه إلى بيت الله الحرام. بارك الله فيكم. هنا في البيت الرابع: لما يشتاق الشاعر لماء زمزم، كما فهمت البيت السادس، كما قلنا منذ قليل أن ماء زمزم لما شرب له، لأنه ماء مبارك وليفوز بشربة من مائه الطاهر.
السؤال الخامس يسأل عن العاطفة، يسأل عن العاطفة المسيطرة يعني على الشعر. عاطفة مسيطرة، ما العاطفة التي تسيطر عليه يا أبطال؟ هو أحسنتم، هي العاطفة هي شوقه وحنينه لزيارة الكعبة المشرفة، يشتاق إلى الكعبة. السؤال السابع والثامن، وهما يتحدثان عن الإيقاع والمعنى والقافية إلى غير ذلك. هي نور يغمر وجداني وبحب يجذبني صوبة. يريد منا يا أبطال أن نأتي بكلمة تناسب المعنى والإيقاع، تناسب المعنى والإيقاع. صوبة، صوبه هي أحسنتم، هي نحوه، صوبه هي نحوه وتؤدي نفس المعنى. وبحب يجذبني صوبه أي نحوه، من الممكن أن نقول يجذبني اتجاهه أو تجاهه، لكنها لا تؤدي نفس الإيقاع، لا تناسب الإيقاع لكنها تؤدي نفس المعنى. لكن التي تؤدي نفس المعنى وتناسب الإيقاع هي كلمة نحوه. السؤال هنا يا أبطال، ثلاث كلمات انتهت بها كلمتان القرآن، يعني المقطع الصوتي، القرآن، الإيمان. يريد منا ثلاث كلمات أخر تناسب الإيقاع يا أبطال لإنشاء قافية مناسبة، منها القرآن، الإيمان، الإحسان، النسيان، الفرقان، النسيان، العدنان إلى غير ذلك. كل هذه الكلمات تناسب المعنى تناسب القافية. الداران، الكلمة التي فيها مثنى أبطال ألف ونون، كل هذه الكلمات تناسب القافية. هذا أبطال جئنا لواجب هذا الدرس، نرجو منكم حل الواجب الإلكتروني وأن تقوموا بحفظ أبيات القصيدة من الأول، من البيت الأول إلى البيت الرابع حفظا تاما وكتابة عن غيب. نهاية الدرس يا أبطال، سألين الله لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.